Jazakallah khairin brother. Indeed, it was heartwarming. As we all know that dua is an important part of faith and belief and also acts as a weapon in our life. So to quote a few haduas, my call upon Raish, Tanish, Bais, Zayan, Aman, Rafan, Bahir, Saud and Shah. Over to you brothers. اللهم إني أمسيت وأشهد وأشهد ملك عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم اعفني في بدني، اللهم اعفني في سمعي، اللهم اعفني في بشري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر رواتي وأمن رواتي، اللهم أفل من بين يدي ومن خلفي ومن يميني ومن شمالي ومن فوقي وأعوذ بأغمتك والنقطة من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلي نشاني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا على فتة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. السلام عليكم.